أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. قلت لك هذه الحرفة كنا أول مرة كنديروا غير الصوف، كنغزلوا الصوف ونبيعوها، والبيع ما بقى داير معنا والو ديال الصوفة مهما ولات المنطقة ولا هاد الهيبي. صافي الصوفة ما بقات دايرة معنا حتى شي حاجة، ودابا عقبنا باش نديروا هاد الهيبي. دابا 26 عام وأنا خدامة فيه. دابا شي شوية ماشي داك الإقبال اللي كتعرف كاع مهما كثر في السواق والناس كاع كلية كديروا. المهم بنادم دايز واخد فيه واحد شوية ديال الرباح، ماشي درت عليه المانطا. خرج ليه المانطا وهي اللي دلت لنا الصوف ودلت لنا هاد الخدمة هادي. واللي كنخدموا في الدار كنخدموا في الدار وكنبيعوا في السوق. ما كيتمشيش داك التمشية اللي كتعرف، شوية قليل داك الرباح ديالو قليل. المهم ماشي كافي داك الرباح ديالو. صافي.